السؤال الذي يفرض نفسه هنا في فنزويلا وفي الخارج أو في العالم خارجيا، ماذا يقع في فنزويلا؟ بادئ ذي بدء، هناك أزمة إنسانية خطيرة ومعقدة، نتاج نموذج سيء حيث سرقت الأموال الفنزويلية، تم سرقة أكثر من مليار دولار، الملايين من الدولارات من النفط سرقت، نحن نعاني من نقص الغذاء والدواء، لم تكن هناك انتخابات العام الماضي ونطالب بإجراء انتخابات حرة ونزيهة، انتخابات يعبر فيها الفنزويليون عن أنفسهم ويمكنهم اختيار مستقبل بلدنا. المؤسف والأكثر خطورة هو أن الفنزويليين يموتون بسبب نقص الغذاء في هذا الوقت، وهذا هو السبب في أننا بذلنا جهدا كبيرا لجمع الإمدادات الطبية والغذائية لمساعدة أضعف الفئات في فنزويلا. اليوم هناك أكثر من 300 ألف شخص معرضون لخطر الموت الفوري بسبب الأزمة الإنسانية الخطيرة، وهناك أكثر من 3 ملايين معرضون لخطر الإصابة بأزمة صحية بسبب نقص مياه الشرب في فنزويلا. لقد بذلنا جهدا كبيرا لرعاية تلك المساعدات الإنسانية بسبب تلك الحالة الطارئة، ولكن النظام مادورو يعيقها بطريقة دنيئة. هناك مشكل في الخدمات هنا في فنزويلا، قطع للماء، قطع متردد للكهرباء، غياب للخدمات، غياب للأدوية، غياب للأكل، أزمة إنسانية حادة، كيف سيتم حلها ومن هو المسؤول؟ مضى على هذا النظام 20 عاما في السلطة، وأعتقد أن من الواضح أنه أظهر سوء إدارة الأموال العامة في البلاد، ويتحمل المسؤولية الكاملة عن الأزمة الإنسانية وعدم وجود الماء والدواء والغذاء والكهرباء والنقل العام وأمن المواطن. اليوم كاراكاس العاصمة الأكثر عنفا في العالم، عملية القتل بشكل يومي، ثالث أكثر المدن عنفا هي فالنسيا الفنزويلية، كيف الحل؟ كل هذا يحتاج حكومة جديدة، حكومة تركز على تحسين الإنتاج وحق الملكية الخاصة وتوليد فرص العمل واستغلال إمكانات السياحة لدينا والطاقة الكامنة في مجال النفط، نمتلك المؤهلات ولدينا احترام مع المجموعات الدولية ومع العالم العربي. المدعي العام فتح تحقيق ثاني بخصوص الرئيس خوان غوايدو حول ارتباطكم بما وقع في أزمة الكهرباء، كيف تنظرون إلى هذا الأمر؟ لسوء الحظ الوصول إلى العدالة غير موجود في فنزويلا، لدينا مدع عام لم يعينه البرلمان بصورة شرعية، حيث تم تعيينه من قبل هيئة أنشأها نظام مادورو، وهو برلمان موازن يستخدمونه للاضطهاد وليس لتحقيق العدالة، يستخدم فقط لاضطهاد السياسيين، يقولون أن انقطاع التيار الكهربائي كان بسبب هجوم عبر الإنترنت، بينما الحقيقة أن انقطاع التيار الكهربائي ناتج عن ضعف الصيانة. لقد استثمروا، واستمعوا جيدا إلى هذا الرقم، أكثر من 100 مليار دولار في توليد الكهرباء وفي الصيانة المفترضة، هذا جزء من المعاناة التي يعانيها شعب فنزويلا في الوقت الحالي. أيضا هناك اتهامات، بمجرد تغريدة على مواقع التواصل الاجتماعي لقد احتجزوا صحفيا لمدة تقرب من 24 ساعة لمجرد كلامه عن الكهرباء، هذا غير منطقي، إنه عدم احترام لأولئك الذين ليس لديهم كهرباء في الوقت الحاضر والذين لا يحصلون على الماء. بعد عقد من الزمن استثمروا 100 مليار دولار في الطاقة، والآن هناك انقطاع مستمر لمدة 4 أيام، هذا يمثل سخرية. زعيم حزبكم السيد ليو بولدو لوبيز لا يزال في الإقامة الجبرية، وهو زعيم الحزب الذي تترأسونه، باعتباركم رئيس البلاد لماذا لا تطالبون أو لا تقومون بتحرير زعيمكم؟ في فنزويلا نحن نعيش الدكتاتورية، مثل فيردي جيفارا الذي لجأ إلى سفارة إحدى الدول، ومئات السجناء السياسيين الآخرين مثل خوان ريكويسنس وهو نائب في البرلمان المنتخب تم اختطافه. مادورو لديه أسس للاختطاف المؤسسي الممنهج، ومن خلال التدابير القصرية يبقى المجتمع بأكمله في هذا الصدد. ما قلناه هو جمع القدرات حتى يتوقف الاغتصاب للحرية ويتحرر المجتمع. باعتباركم رئيس الدولة الفنزويلية المعترف به من أكثر من 70 دولة، لماذا لا تعلنون عن حكومتكم وعن مناصب وزرائكم وتتحملون مسؤولياتكم؟ يتعلق الأمر بما تحدثنا عنه سابقا، تعاني فنزويلا اليوم من عملية اختطاف، ولا يزالون يختطفون جزءا من الإدارة العامة عن طريق اختراق الكوبيين لمهام الاستخبارات في البلاد ومكافحة الاستخبارات الوطنية، هذا جزء من التحدي الذي نواجهه، وهو جمع القدرات مرة أخرى للتغلب على هذا الاختطاف المؤسسي.
لديهم الآن أذرع الجمهورية التي تم الاستيلاء عليها، وهو أمر لا يسمح لنا بتنفيذ خطة قمنا بتطويرها في هذه اللحظة لتحسين نوعية الحياة. بداية يجب أن تدخل المساعدات الإنسانية، يجب أن تدخل محطات معالجة المياه. لقد نجحنا في إصلاح بعض محطات توليد الطاقة وفي تحسين الصيانة ووصول الأغذية، ونحاول إعادة تفعيل القطاع الإنتاجي. حيث يوجد 20 مليون هكتار صالحة للزراعة في فنزويلا. إعادة تنشيط هذا القطاع لتوفير الغذاء وحتى للتصدير. نحن في مهمة وقف اغتصاب مادورو للبلاد في هذا الوقت. سيادة الرئيس، قام السيد مادورو بطرد دبلوماسيين أجانب بما في ذلك البعثة مثلا الكولومبية والبعثة الألمانية والبعثة الأمريكية، وهؤلاء يعتبرون من حلفائكم. لماذا لم تتحركون وقبلتم هذا القرار؟ هذه ليست قضية دبلوماسية، إنها قضية تهديد. لا يتم أخذ ذلك كطلب من الرئيس ولكن من دكتاتور. إنها تهديدات شفهية للمسؤولين الدبلوماسيين. لقد بقي الكثيرون، فهم يبقون السفارات مفتوحة، والبعض الآخر يخاطر بحياته مثلكم، أو البعض رضخ للتهديدات، لهذا اتخذوا قرارات الرحيل. إنهم يهددون كما فعلوا مع جورج راموس زميلكم الصحفي الذي تم ترحيله. لقد فعلوا ذلك مع الفنزويليين الذين هجروهم وأرسلوهم إلى بلدان أخرى. إنها متشابهة جدا، إنها حالة من الاضطهاد والمضايقة والتي تجبرهم على اتخاذ تلك القرارات. طلب مني توجيه لك سؤال، لكنني لسبب السؤال الأخير بسبب ضيق الوقت، لكني سأوجه لك سؤالين في سؤال واحد. ماذا تقول للعالم العربي خصوصا المغرب الذي كان من الأوائل الذي اعترفوا بسيد الرئيس خوان غوايدو باعتباره رئيسا لفنزويلا؟ سؤال ثاني، إذا ما التقيت بمادورو وجها لوجه ماذا ستقول له؟ أعرب عن امتناني للعالم العربي، وسننشئ قريبا علاقات أفضل مع عدد من الدول العربية. أعتقد أن فنزويلا بلد يتمتع بإمكانات كبيرة، ليس فقط في الطاقة ولكن أيضا في التجارة والصناعات الزراعية وصناعات التعدين. أعتقد أن لدينا فرصة عظيمة للتواصل ليس فقط مع العالم العربي ولكن بشكل عام في تجارة دولية. شكرا جزيلا لكل من يحاول تعزيز هذه الخطوات لاستعادة هذه العلاقات بسرعة. لقد قابلت السفير المغربي في البرازيل وكان لطيفا جدا. أما بخصوص إذا ما قابلت مادورو ماذا سأقول له؟ لا يوجد الكثير لتقوله لشخص جعل شعب فنزويلا يعاني. باختصار، الوقت ينفد، هو فقط يؤخر التغيير لكن لن يوقفه. أنت تعلم كيف منعوا المساعدات الإنسانية وكيف أحرقوا الأدوية والغذاء. شخص واحد مسؤول عن كل هذا هو مادورو. يجب أن تكون هناك انتخابات حرة وأن يقرر شعب فنزويلا مستقبل بلدنا. أكرر النداء مرة أخرى لمادورو، إن الوقت ينفد والناس يرفضونه بالفعل. عليه أن يخرج للمواطنين ليسمع ماذا يقولون عنه وليس عن إخوان غوايدو. المواطنون الذين لا يحصلون على الطعام والدواء والماء وليس لديهم وسائل نقل عام، والذين تركوا ابنا يمشي على بعد آلاف الكيلومترات عبر الحدود ويفقد أسرته. الوقت ينفد، لا بد من إجراء انتخابات حرة حتى يمكننا تغيير فنزويلا نحو مستقبل زاهر. أشكرك سيادة الرئيس على هذا اللقاء الذي كان خاص وحصري لقناة الغد. مشاهدي الكرام، لكم مني ومن طاقم البرنامج كل التحايا والمنى، وحتى لقاء آخر. ها هو محمد الفنيش يحييكم. شكرا لكم.